باش زين محمد رئيس الكونفدرالية الوطنية على رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب اللي فيها جوج دمرين البحارة وعضو في الغرفة الأطلسية الجنوبية بالداخلة الغرفة الأطلسية للصيد البحري وجامعة الغرف الصيد البحري بالرباط. أولا نتكلم باسمي وباسم البحارة. هذا الشيء اللي كاين في هذا، حنا في 1983 كانت كل باركو عنده جوج رخصي، عنده 6 شهور تسترديل و 6 شهور ديال البارخة. انا خدمت في الباركو 1984 كندير من الشهر 1 حتى الشهر 6 في الجران، ومن الشهر 6 حتى الشهر 12 كنديرو في السرديل في واحد الباركو. هذا مشكل كبير. ديك الساعه حنا كنا كنجلسو 6 شهور، من الشهر 1 حتى الشهر 6 كيجلس السرديل، ومن الشهر 6 حتى الشهر 12 كيجلس الجران. لا يعقل. دابا تقرير الوزاره اللي عطات هاد الايام طول النراش، كاين جيفيني في الاقاليم الجنوبيه، وكاين قرار إكري كاع إكري باش كتبات مدام زكيه اللي هي مدام ذهبيه اللي هي معقول كتعطي التقارير ديالها، قالت بان ما راه المخزون ديال الاقاليم الجنوبيه فيه ستوك فيه جيفيني. هادشي كيشكل خطر للثروه ديال الاجيال اللي جايه. هادشي مشكل كبير بالنسبه للمغرب، بان ما اليوم كيجيبوا البواخر ديال اعالي البحار، كيجيبوا النمره 9 والنمره 11 والنمره 12 و13 و14 و15 و16 في الكيلو. هادشي وهادشي هما عندهم المايه ديال 70، والصيد الساحلي عنده المايه ديال 60 في الاقاليم الجنوبيه، والجر واعالي البحار عنده المايه ديال 70، ولكن هاد الحوت اللي كيجيبوا الجيفيني كيجيبوه بالمايه ديال 10، المايه ديال 10 والمايه ديال 9. هادو كيديروا الشباك ديال السرديل، كيديروا الترابات، وكيخدموا في الراديو، وكيتبعوا الفرقاطات في البحر، ها فين واصله، ها فين جايه، ها فين غاديه. هذا كنحمل المسؤوليه البطيات ديال الانراش اللي كيخرجوا البحر، وكنحمل المسؤوليه الله هادو باسون اللي كيتبع في هذا الحوت ديال جيفيني. وحنا كنستركروا بشده، وكنشكر المناديب ديال المغرب كاملين، والمدير هشام اللي هو مدير ذهبي اللي كيحرس هاد السطوكات. ولكن اش غايدير مسكين؟ حنا ككونفدراليات كجمعيات كغرف حنا اللي مخلوضين، حنا اللي كنرونو، حنا اللي ما كنحتفظوا على الثروه السمك ديالنا، ما كنتعاونوش مع الوزاره. كاع الاعضاء الغرف واعضاء الكونفدراليات عندهم البطيات ديال الصيد الساحلي والبطيات ديال اعالي البحار، كنشدوا الغرف وكنشدوا الكونفدراليات باش اسميتو باش نستغلوا الوزاره في الاجتماعات باش ندافعوا على البطيات على الجيفيني. انا داك الشيء علاش هذه الخطره. انا ما يزيد ثلاث الولايات كنت في جامعه الغرف وفي الغرفه ديال الاطلسيه الجنوبيه، وحتى الان باقي ما كملت الولايه ديالي، ولكن هذه الخطره ما ترشحش لجامعه الغرف ولا لغرفه الصيد البحري، لانها ما فيهاش التيليه ديال البحاره. حنا بغينا من صاحب الجلاله الملك محمد السادس راه الله اللي هو ملك العالم، اللي بغيناه باش يدير الغرفه ديال البحري. اليوم البحري عنده ما كيصوتش. علاش البحري ما كيصوتش؟ علاش اليد العامله ديال البحاره ما كيتصوتش؟ علاش الكيس ديالنا ما فيه والو؟ علاش حنا الكيس ديالنا فيه 1000 درهم؟ كتخدم 30 عام 40 عام كتشد 1000 درهم في الشهر، المخير فينا كاين 3500 درهم في الشهر. علاش حنا في الكيس ديالنا ملي كتخلي كتلقى الفلوكه وثلاثة البحرية باقي خدامين بالقانون ديال الفلوكة؟ حنا بغينا القانون بحال كندا بحال الصبريون. حنا البحري اليوم ضاع، كيخلص الدواء، كيخلص الأمراض، كيخلص مريض مسكين ما عنده والو، كاينش في الحوايج ديالو، كاينش في الجيب ديالو. اليوم البحري ضاع. اليوم ما بغاش البحري الكفاف ديال رمضان، ما بغاش الحوالة، بغا حقو من الثروات ديالو ديال البحر، بغا الكوطا ديالو. علاش 75 باركو خدامة في الداخلة؟ من 2011 عندنا البي في ديال 75 باركة تهود و 75 طلع، ودابا من 2011 والجمعيات والكونفدراليات كيسمصروا في الموالين البركوات، كطلع 10 كل عام كتهود 10، كطلع 20 كتهود 20، اللي ما عطى 10 دالمراه ما يهودش للداخله. وبوجدور استعمروا غير 4 الناس في غير 4 الباترونات من 2011، اللهم انا هذا منكر. والداخله فيها اللوبي الفاسد، ودابا الغرف حاليا كلشي في المغرب ترشحوا فيه الناس اللي بغاو باش يبقاو البركوات في الداخله، وبغاو يجيبوا الجيفيني، وعندهم البركوات كيجيبوا الجيفيني. هاد الناس الممثلين كيستغلوا الغرفات الكونفدراليات باش يغطيو على المصالح ديالهم ديال الجيفيني. الحوت اللي تقتل في هاد الماريا العام الجاي والعام الجاي غادي نعيشوا به 51 عام 40 عام. اللهم انا ضامن كامل اللي كيجيب البركو الحوت ديال النمره 9 والنمره 10. هادشي كنحمل المسؤوليه الكونفدراليات والجمعيات والغرف، ماشي الوزاره. الوزاره كدير القرار ديالها، ماشي الوزاره اللي كتخدم في البحر. الرياس ارباب ورباب بينات الصيد الساحلي بالمغرب، الرياس ديال البركوات لاكروب بيشو ديال الصيد الساحلي وديال السرديل وديال الجران وديال البارانكليات هما اللي كيحملوا مسؤوليه هذا الشيء. ونزيد لك عاوتاني على الناس ديال
ديال لي بارانغلي اللي كيديروا الشباك الممنوعه اللي خلات برتقيز هنا في البحر هو لاشكيط، كيلوحها في الحجر وداك الحجر بحال هاد الزره كتبقى فيه كيقطع البحر كتبقى تما كتقتل بليارات ديال الحوت ديال البارانغليات. كنحمل المسؤوليه لهاد الناس اللي كيخليو هاد الشباك ديال لاشكيط اللي كيخليو البارانغليات ديال المغرب كامل في الحجر من السعيديه حتى وادي بولكويره، كوش الحجر ديالها مغطي الشباك الممنوعه اللي هي لاشكيط كتقطع عليه تما مع البحر كتبقى ليه تما. الحوت اللي جا كيتشد كاع القصوره ديال البحر ديال الحوت تغطاو بهذا الشباك الممنوعه. وكيفاش حنا غادي نديرو؟ حنا خصنا نوقفوا واحد عامين على البحر ديالنا باش نحيدوا ديك الشباك فوق الحجر اللي رخاو السبليون وبرقزه واللي رخاو المغاربه حاليا، والخدمه اللي داروا هاد المغاربه اكثر من الخدمه اللي داروا هذوك الناس الاستعماريين. حنا اللي هذوك الناس مازال كيجيبوا الشباك كيهزوهم من الحجر، هادو ما كيعرفوش يصيدوا كيجيبوا الشباك في السبليون كيلوحها فوق الحجر كتبقى تما كتقتل بلايين ديال الحوت. هادشي مشكل كبير بالنسبه للي بارانغلين وصحاب الزرات حتى هما بحال وكيديروا الترابات شكات السرديل واعالي البحار كيديروا الترابا هي المايه ديال الصغيره ديال العشرين، يكون ما كيديروا هاد المايه ديال العشره ما غايجيبوش هاد الحوت جيفيني، يكون كيديروا المايه ديال السبعين لا كرومبيش ما غايجيبوش جيفيني، يكون كيديروا الصيد الساحلي المايه الستين ما غايجيبوش جيفيني، كيديروا الترابا ولكن لا يعقل من ناظور حتى لاكادير راه خدامين بالترابا وخدامين بالجيفيني وخدامين بشكات السرديل. كتشوف الشكات السرديل عنده في الباطو ما كاين اللي يقولها ليه لا حاسب لا رقيب، كاين الزير غير في العيون وطنطر ولكن غير في الوراق، اما في الواقع في البحر ما كاينش. الفرقاطه كتجي كتكونترولي ولكن كيتبعوها بالراديوات، ها هي واصله هنا حيد الشكات السرديل، ها هي واصله هنا حيد الشكات السرديل، ها هي فاق الميم حيد الشكات السرديل، ها هي في الداخل عاوتاني صحابها الميم عاوتاني يديروا الشكات السرديل. هذا الشيء ماشي معقول، هادشي خصو الكونترول وخصو يكون فيه الحبس. اي راه تشد على الترابا خصو يمشي الحبس. هادشي حنا كنقتلوا الثروات ديالنا كنقولوا الحوت مالو ما كاينش، حنا كونفدراليات وكجمعيات حنا اللي مجرمين، حنا اللي كنقتلوا البحر ماشي الوزاره. وكنشكر وزاره الصيد البحري وكنرجع الشكر لصاحب الجلاله الملك محمد السيد نصره الله اللي اعطانا 90 مليار في الابحار ودارنا الخاوي السنه ديك البلاستيكيه في الداخله مقابل كنا كنجيبوا 120 طن في الداخله كنبيعوها ب 3 الملايين، دابا كنبيعوا 28 طن ب 10 الملايين. هذا كيرجع الفضل لصاحب الجلاله الملك محمد السيد نصره الله اللي هو ملك العالم وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.